السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة إخواني أخواتي الأكارم والأفاضل جميعا. فيما يخص قضية الإمام المحترم الموقر حامل كتاب الله تبارك وتعالى الشيخ عمر بن زاوي، خادم القضية الفلسطينية وخادم القرآن الكريم في سطيف وفي ربوع الوطن، وإمام معتمد من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتعدي عليه وتعدي على كل الأئمة. وفيما يخص الصحفية الوقحة، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، التي تعدت حدودها وحدود مهنتها وقاعدة تقاضي في الإمام وتسأل فيه وتصور وتسجل دون علم الإمام، هذا انتحال لصفة القاضي. بأي حق تقومي بعملية القضاء وعملية التحقيق وتسألي في الإمام وتجاوبي فيه؟ هذا عمل القاضي، عمل السلطات القضائية. هذا إمام محترم، أي مواطن جزائري ما يليقش تتصرفي مع هذا التصرف. الشيخ عمر بن زاوي سبحان الله سعى لهذه البنت، واش كتب ربي تبارك وتعالى عاونها به، ويجي الوالد تاعها يكيلوا الاتهامات، وصل للشيخ يحلف المنبر بأغلظ الأيمان ويتحدى أنه يجيب هذا السيد ولا أي واحد من 58 ولاية في الوطن، في ربوع الوطن، يجيب أي إنسان يقول أنا مديت للشيخ، يتحدى الشيخ، رفع التحدي، عنده يومين من اللي رفع التحدي، قال أي إنسان مد ليجي. سبحان الله، وصلت إمام في المنبر يحلف بأغلظ الأيمان، إمام عنده سمعة وعنده اسم وعنده أولاد وعنده أهل وعنده والدين، وهو من أسرة حاملة للقرآن الكريم من الجنوب الجزائري. سبحان الله الحي القيوم، إلى أي مستنقع هبطت صحافة العار، إلى أي مستنقع نزلتم؟ العوض تخدموا المجتمع وتثقفوا وتوعي وتخدموا الوطن، قاعدين تبحثوا على الفضائح للناس وللشخصيات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وأن ينصر الشيخ، وأنا أضم صوتي للشيخ وأقول إياك أن تتنازل عن قضيتك، لأنه قضية شرف، قضية أخلاق وقضية مبادئ. تبع هذا الإنسانة هذه اللي جرأت عليك وجرأت على الأئمة الجزائريين، وتبع هذا الشخص اللي تهمك وجيب حقك، والقضاء الجزائري ينصفك بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يشفي هذه البنت من ولاية يرت، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يهدي بالنا، وأن يبين لنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.